جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بعض الكفلاء عندنا قد يتأخرون في دفع رواتب عمالهم، هل في ذلك ضرر على هؤلاء، وهناك ضرر على هؤلاء العمال لأنهم يريدون أن يرسلوا ذلك إلى أولادهم؟ هذا ظلم والعياذ بالله، يعني تأخير أجور العمال أو غيرهم هذا ظلم له. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف فعرقه. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون خصما يوم القيامة لمن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره. نعم.